تمام الخامسة ونصف، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري ونبدأه مشاهدين بالعناوين. الفلاحون التونسيون يطالبون بالرد على التشويه الإيطالي لزيت الزيتون التونسي. سوسة صيانة الفضاء التربوي وغرس قيم المواطنة لدى الناشئة دور محوري للمجتمع المدني. موسم تقطير أزهار بنابل مزج بين الطابع الفلاحي والأبعاد الثقافية والاجتماعية. مرحبا مجددا. يتعرض زيت الزيتون التونسي الموجه نحو التصدير إلى حملة تشويه تشنها وسائل أعلام إيطالية استنادا على معلومات مغلوطة، مسألة دفعت النقابة التونسية للفلاحة بصفاقس إلى عقد ندوة صحفية تطالب فيها السلطات المعنية بشن حملة مضادة في الغرض. اكتساح زيت الزيتون التونسي لعديد الأسواق العالمية واحتلال بلادنا المرتبة الأولى عالميا من حيث تصدير هذا المنتوج أمر لم يستسغه الإيطاليون، الشيء الذي دفعهم إلى شن حملة ضد زيت الزيتون التونسي. زيت الزيتون كي يتصدر راهو يتصدر بطرق معناها ريغولاليزي، معناها فهمتني ولا هذا هو، أما كل ما هو تو اتقال في الحملة هذه التشويه اللي صايره لبرا معناها كلها غلطه. الزيت نتاع تونس راهو معروف ولا مطلوب في العالم اجمع وكل البلاد كيفاش تطلب، معناتها ناخذ المثل اذا كان تاخو افريقيا راهو ما يسحقوش الزيت، يحبوا الزيت الزيتون نتاع تونس اما ماهوش للاكل لغايات صحيه، اذا كانوا يطلبوه في السعوديه راهو يطلبوه للاكل عندهم نوعيه خاصه بهم، اذا كانوا يطلبوه في امريكا ولا في الصين راهم نوعيه الخفيفه نتاع الزيت نتاعنا. وامام هذا التشويه الغير مبرر لزيت الزيتون التونسي يرى المعنيون بهذا القطاع من فلاحين ومصدرين انه لا بد من حمله مضاده. نطلب من رئيس الحكومه انه يبعث الخليه الازمه هذه بسرعه باش معناها يكونوا فيها المنظمات الفلاحية الإعلام، لأنه كان التشويه عن طريق الإعلام في الخارج، فنحب يكون الإعلام التونسي معناها مشارك في الخلية الأزمة مع الوزارات المختلفة باش نجموا ندافعوا على حقوقنا. إذا كان القطاع هذا باش يقف راهو الفلاح باش يقف، المعاصري باش يقف، المصدر باش يقف، المنتج الدورة اقتصادية كاملة ممكن تضر البلاد. للإشارة تستورد إيطاليا من تونس كميات هامة من زيت الزيتون التونسي سائبا ثم تسوقه معلبا بعد أن تقوم بخلطه مع زيوتها مما يضفي عليه قيمة مضافة أعلى. أكد رئيس الجمهورية البلجي قائد سبسي جاهزية القوات المسلحة أكثر من قبل في مواجهة الإرهاب قائلا إن الرد السريع والقاسي ضد هجوم بنغردان الإرهابي في 7 مارس الجاري خير دليل على ذلك. وأضاف سبسي في حوار أجراه اليوم على الإذاعة الوطنية وإذاعة موزايك فام وإذاعة راديو ماد أنه سيتم دعم القوات المسلحة بالتجهيزات والمعدات الضرورية. جاهزية القوات نتاعنا الآن أحسن ما كانتش قبل، يعني هذاك علاش شفتوا وأن رد الفعل كان سريع وكان قاسي، لكن باش نزيدوا نوفروا زاد لأجهزتنا يعني الأجهزة الضرورية الكافية 540 كيلومتر وحدود مش مؤمنة، هذاك علاش أول ما بدينا عملنا كالستار الواقي اللي خدموه الجيش نتاعنا في عام، ولكن عندنا تعاون مع بعض الدول الصديقه، احنا عندنا تعاون كبير مع الولايات المتحده الامريكيه وكذلك ايضا مع اوروبا، وعندنا مشروع باش الستار هذاك نعطيه جاهزيه اكثر، يعني تجهيز الكتروني هو كونه باش يتمولوا الولايات المتحده الامريكيه وتمولوا المانيا. أصيب اليوم عسكري على مستوى ساقه بعد انفجار لغم أثناء عملية تمشيط لتعقب مجموعة إرهابية متحصنة بجبل سمامة من ولاية القسرين، وقد تم نقل المصاب إلى المستشفى الجهوي بالقسرين لتلقي العلاج. انفجار لغم أرضي بعمق جبل سمامة يسفر عن إصابة عسكري على مستوى الساق. العملية تأتي إثر حملة تمشيط واسعة لملاحقة العناصر الإرهابية المتحصنة بكهوفه ومغاوره. مصادر عسكرية أفادت بأن القوات الخاصة بالجيش الوطني تمكنت من تفكيك عدد من الألغام لينفجر أحدها ويسفر عن إصابة عسكري بجروح. عملية عسكرية مهمة
ذاتية تعززت منذ ما يقارب الأسبوعين بعد رصد تحركات لمجموعة إرهابية تجاوز عددها 15 عنصرا وأصيب عدد منهم خلال اشتباكات سابقة، كما تمكنت خلالها الوحدات العسكرية من كشف مخابئ هذه المجموعة وحجز مواد غذائية وأمتعة ومعدات خياطة وخراطيش ومسدس. هذا وقد تمكنت مختلف التشكيلات العسكرية والدورية البرية المشتركة العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة بالجنوب التونسي أمسية تمكنت من إيقاف 7 سيارات و4 شاحنات تهريب بجهة لازورت قادمة من التراب الليبي، وعلى متنها 17 شخصا أصلي معتمدية ترمادة، وكانت الشاحنات محملة ب 390 وعاء محروقات. وأضافت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها أنه تم إيقاف 2 سيارات وشاحنة تهريب بجهة جنين بتطاوين قادمة كذلك من التراب الليبي، وعلى متنها 7 أشخاص أصيلية أرمادة بحوزتهم حوالي 1350 دينار تونسيا و137 دينار ليبيا ومحملة ب60 وعاء محروقات. إلى أخبار مجلس نواب الشعب الآن. بعد جلسة مطولة على مدى 2 يوم توصل مجلس نواب الشعب اليوم إلى استكمال انتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وعددهم 16 لتصبح أول هيئة منتخبة من قبل مجلس نواب الشعب المنبثقة عن الانتخابات التشريعية 14 و2000. وتتمتع الهيئة بالاستقلالية المالية والإدارية ولها عدة صلاحيات ذات أبعاد وقائية، منها زيارات مراكز الإيقاف والاحتجاز دون إذن مسبق والعمل على نشر ثقافة التصدي للتعذيب. ممثلي منظمات وجمعيات المجتمع المدني المدافع عن حقوق الإنسان المرتبة الأولى حسب السن للسيد مسعود رمضاني، والمرتبة الثانية للسيد لطفي عز الدين، المرتبة الثالثة السيدة مروة ردادي 148 صوت، المرتبة الرابعة السيدة عفاف شعبان 139 صوت، المرتبة الخامسة ضياء الدين مورو 124 صوت، والمرتبة السادسة للسيدة حميدة دريدي 117 صوت. للصنف الثاني وهو من الأساتذة الجامعيين ذوي الاختصاص في المجال الاجتماعي، راضية الحلواني 150 صوت والفتحي الجري 124 صوت. هو صنف المختصين في مجال حماية الطفولة، السيدة مبارك المتحصلة على 152 صوت. بالنسبة للصنف الرابع وهو صنف القضاة المتقاعدين، سيدة نبيها الكافي ب 156 صوت، والسيد التهامي الحافي ب 153 صوت. فالصنف الموالي والاقتراع الموالي في عدد 5 في صنف المحامين، السيدة نورة كوكي على 155 صوت، والسيد طاهر الكداشي على 150 صوت، السيد محمد ياسين بيونس على 150 صوت، السيدة لميا فتح الله على 148 صوت، والسيد سليم العنابي وهو في اختصاص طبيب نفسي 144 صوت. أمنيا، أفادت وزارة الداخلية بأنه تبعا للفيديو الذي تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي والمتعلق بإيقاف مواطن من قبل عوان أمن بجهة الكبرية، تم اتخاذ الإجراءات والتراتيب القانونية الجاري بها العمل. وأعلنت الوزارة في بلاغ لها اليوم أنه تم في الأبان إحالة الملف على أنظار القضاء للبت في هذه القضية مع جميع الأطراف المعنية. يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أمس مقطع فيديو لعملية اعتداء جسدي ولفظي على كهل بجهة الكبرية من قبل امرأة وعوني أمن قبل أن يقوم باقتياده إلى مركز الشرطة. تتواصل عمليات التصدي للتجاوزات المتعلقة بالمواد الغذائية، حيث حجزت اليوم الإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة 1.5 طن من الأجبان المجففة غير قابلة للاستهلاك، تم اكتشافها بوحدة عشوائية لصناعة الأجبان وتجفيفها بمعتمدية الجديدة. 1.5 طن من الأجبان المجففة تم اكتشافها اليوم بوحدة عشوائية لصناعة الأجبان وتجفيفها بمعتمدية جديدة من ولاية منوبة،
الصدأ في كل مكان، ظروف صحية سيئة، وحتى خيوط العنكبوت أخذت مكانها بين الأجبان. السيد هذا حطيناه تحت المراقبة تو مدة، قاعد ياخذ في الميس نتاع الحليب من بعض الوحدات نتاع الحليب، ويعاود يصنعه في شكل قوطة وجبن، ويقوم بإعادة توزيعه وضخه في الأسواق. لقينا كمية من البضاعة ما زالت موجودة على عين المكان كيفنا تمت معاينتها من طرف الطبيب البيطرية وطبيب الصحة، يقولوا اللي هي غير صالحة للاستهلاك. حتى صاحب المحل الذي رفض الحديث أمام الكاميرا لم ينكر ما نسب له بسماعه من قبل أعوان الرقابة الصحية والاقتصادية. حاط فيه الماء والملح. الماء والملح. مش ياكل البلاستيك هذاك. لا لا. الماء والملح هذيك الطريقة أنت أسهل حاجة. هذيك زاد كيف كيف. سلعة قديمة مملحة قاعدة تداير خارج المحل. غير بعيد عن المكان وحدة أخرى وتسعة أطنان أو ما يزيد من المخللات المصبرة معدة للاستهلاك في ظروف صحية أقل ما يقال عنها أنها كارثية. هذه جنارية وزيتون وفاريونت فاسد غير صالح للاستهلاك على حسب التقديرات الأولية. تمت استشارة النيابة العمومية على خاطر صاحب المحل هذا إلى حد الآن غير موجود، على عكس الوحدة الأولى اللي أذنت النيابة العمومية بإيقافه بالوقت. العقوبات هناك عقوبات مالية وهناك عقوبات بدنية حتى بالسجن تتراوح حتى لستة أشهر سجن. الوحدة العشوائية الثانية والتي تم فتح أقفالها بعد استشارة النيابة العمومية لعدم وجود صاحبها، يروي أحد الحاضرين هول الحدث عند تخطيه عتبات بابها. حسيت برائحة غريبة أول مرة أشمها في حياتي، وخرجت لأنه حتى في الجو وعيني العيوني وكل إرهاب بيئي إرهاب غذائي، ولازمنا نوقفوا كما قاعدين واقفين أطراف أخرى في إرهاب بشكل آخر. حملات هنا وهناك لمقاومة الإرهاب الغذائي تعول مصالح الرقابة في وزارة التجارة على تعاون المواطن وكافة مؤسسات الدولة على درء خطر الإضرار بصحة المواطن. أصيب 11 تلميذا بإحدى المدارس الابتدائية بحي الرياض بسوسة بمضاعفات بعد تلقيهم للتلقيح المدرسي. وضعية استوجبت نقلهم إلى قسم الاستعجالي بمستشفى فرحات حشاد بالجهة، لكن الحالات وصفت بغير خطيرة فيما أرجعت الأسباب إلى الجانب النفسي. مضاد الكزاز والبخ الناق، تلقيح مدرج برزنامة التلقيح المدرسية للسنة السادسة من التعليم الابتدائي انتفعت بها أجيال وأجيال، ولكن تحصل المفاجأة غير السارة بمدرسة ابتدائية بحي الرياض بسوسة بعد نقل 11 تلميذا إلى قسم الاستعجالي بمستشفى فرحات حشاد بعد تلقيهم للتلقيح مباشرة. الحالات اللي لقيتهم ما همش حالات معناها في مضاعفات كبيره. احنا نعرفوا التلقيح بصفه عامه يعطي مضاعفات، ساعات شويه قلق معناها شويه دوخه، فما الاشكال شويه من وجيعه راس، فما الاشكال شويه من الكرش، فهمني الكرش توجع فيه، ولكن في قال بعض معناها الحاله بصفه عامه معناها مسيطرين عليها، ما فماش حاله معناها الا تخوف. جيت نجري لهنا، جات الامبولانس جابته الحق من اللي هبط، معناتها قال العنايه اكثر من اللي تتصور. اي توا حالته اوكي، ساعات يتقلق شويه، ساعات يفيق. اسباب المضاعفات ارجعها الاطار الطبي الى عوامل نفسيه مرتبطه بالتاثر والتاثير الجماعي بعد تسجيل حاله الاغماء الاولى بالمدرسه. صغيري راه زميله ولا زميلته داخل بعد ما تلقى التلقيح هذايا، هو الكبير اللي تفجع ما بالك الصغير في ظروف معينه في معناها حصه التلقيح، دونك لفي دو فول احنا تكون ابي لفي دو فول هذاك قاعد يتعاود يتفجع الصغير، دونك كدوخه وجيعه الكرش تولي كل عدوى صغيره، ومع لفي بسيكولوجيك دونك يولي ان كومول. وتفهموهم احنا اولياء وعندنا صغيراتنا، اما راهو ما فماش علاش هذايا الكل، راهو نطمنوهم على معناها صلاحيه التلقيح. فما بنيه بعد التلقيح حست روح عندها شويه دوخه وترخات شويه، ومن بعد كي تنقلوا للقسم اللي بعده ولاو فما وليدات حسوا نفس الشيء. هذه التلقيح ليست الاولى من نوعها، وتم اجراؤها بعدد من المدارس بولايه سوسه وغيرها من الولايات هذه السنه كما غيرها، لكن لم تسجل حالات من هذا النوع، على ان حاله الاطفال موضوع الحاله مستقره وعاديه، وسيغادر اغلبهم المستشفى خلال سويعات.
نبقى في سوسة وفي إطار الحملة الوطنية لصيانة المدارس من أجل النهوض بالمؤسسات التربوية، تواصل جمعية قدماء مدرسة بورقيبة بالقلعة الصغرى بناء عدد من الأقسام والقيام بالصيانة والترميم إلى درجة أن تحول هذا التدخل إلى إبداع أبهر التلاميذ. حسيت رانياني في وطني وقاعد نحارب الإرهابي وكله ونقرأ على روحي. هكذا عبر أيوب عن شعوره تجاه قسمه الذي تحل سقفه بعلم تونس ولبس أبهى حلة فاجأت الجميع إثر العودة إلى التعلم بعد العطلة المدرسية. عجبني في قسم علم تونس خاطر هو في القروف ما كتاش. عجبني زيادة قسمنا كافيه خاطر كنا ما نجموش نراو صبورة خاطر الضوء هابط علينا برشا ولينا النجم ونشوفه نجم ونقرأ. تصويرها المعلق ذيك على الحيط تعاوني على القراية في الإنتاج الكتابي، تعطيني خيال كل ثراء. قسم من 7 أقسام أخرى رممت مع إضافة قاعة تمريض بفضل مجهودات فردية من قبل قدماء مدرسة بورقيبة بالقلعة الصغرى التي فاق عمرها 100 سنة. يعني هذه قاعة كانت أيلة للسقوط تعبة، سقف نتاعها، بنية تحتية نتاعها، وقاعة إعادة ترميمها من جديد. عاود السقف نتاعها من رجل وحال كومبليت مغربية وعاود معناتها زينة وبرقشة وعاود معناتها بولت قاعة مشرها. وإحنا هذا الهدف نتاعنا، الهدف إنه نوجدوا الفضاء الجذاب والمدرسة الجذابة اللي تستعيد أبنائها، أنا تستعيدها من حيث يحلو فيها التعليم والتعلم. حاجة باهية معناتها حتى التلميذ يبدأ عنده ثقة في روحه. ولأن المدرسة عريقة وتضم أكثر من 1000 تلميذ ما زالت في حاجة إلى التهيئة والصيانة، تدعو جمعية قدماء مدرسة بورقيبة وزارة التربية إلى الدعم المادي. في المدرسة هذه شفنا دعايات ولات الحالة نتاعها ولات سيئة، حبينا باش ندخلوا فهمتوا كمجتمع مدني وكجمعية قدماء مدرسة بورقيبة لأننا معنا دوبية معناتها يلزمها تعاوننا والسلطات المحلية حتى الوزارة يلزمها تعاوننا. فهمتي اليوم انت تصور معناتها 100 الأمتار معناتها الراكدة في المدرسة فهمتي ولا يوصل 20-30 سنتي ورا القسم. هكذا يمتد الجسر بين قدماء المدرسة وتلاميذها خدمة للإبداع وتشجيعا للتميز لما في ذلك من انعكاسات إيجابية على غرس حب الوطن. في شأن آخر الآن، وفي ولايتي مدنين وتطاوين تمتع عدد من الجمعيات الناشطة خاصة في المجال البيئي ببرنامج دعم المجتمع المدني لتحفيزها على مواصلة أنشطتها في هذا المجال. في ولاية مدنين ولا سيما في جزيرة جربة ومعتمدية جرجيس، عدد من الجمعيات الناشطة في مجال المحافظة على الخصوصيات البيئية والبحرية لعدد من الأماكن المتواجدة على سواحل ولاية مدنين استأثرت بدعم جديد لمواصلة نشاطها والمحافظة على هذه الخصوصيات المتفردة بسواحل ولاية مدنين. جمعية صيانة جزيرة جربة تنخرط في هذا المشروع بكفاءاتها وكذلك استراتيجيات مخصصة للتحسيس بأهمية هذا الموضوع. وما نخدم قدما وساق كلنا كمجتمع مدني وكمعناها بلديات وكأنجات على المشروع هذا وكوزارة بيئة أيضا. كان مشروعنا احنا هو تحسيس، هي العمل على الناشئة، هي العمل مع تلامذة. برنامج دعم الجمعيات والعمل المدني بولاية مدنين وتطاوين نظم بخصوص هذا الموضوع جملة من المشاريع وأمضى خلالها اتفاقيات تعاون مع هذه الجمعيات. المشروع يتناول معناتها معضلة التصرف في النفايات واللي شهدته الجزيرة، هذاك الشيء اللي خلى أن البرنامج يشجع الجمعيات هذه أنها تنجز أو تعد مشروع في هذا الإطار. المشي بتاع برنامج دعم المجتمع المدني هو إعطاء الأولوية المطلقة لخصوصيات الجهة. في ولاية مدنين نشطاء في المجتمع المدني ولا سيما جمعيات عريقة مثل جمعية صيانة الجزيرة تعمل على إثبات خصوصيات المنطقة البيئية والساحلية، يتطلب ذلك برأيهم دعما إضافيا من سلطة الإشراف خاصة.
تزخر ولاية النابل بعادات وتقاليد تميزها عن بقية الجهات على غرار عملية تقطير أزهر والتي تحظى بإقبال كبير، حرفة توارثتها نسوة الوطن القبلي منذ سنين. السيدة دليل التركي هلال أحدى السيدات التي لها أكثر من حكاية مع التقطير، تروي لنا تفاصيل عشقها لتقطير الزهر. عندما تستقر العين على ملامح السيدة دليل تركي هلال تستحي أن تشيح ببصرها عن هذا الوجه الذي تروي تقاطيعه حكاية غرام مع ورقة الزهر، حكاية إرث تورثته أجيال وراء أجيال ليستقر عندها بحميمية. العملية باتت عندها عشقا متينا، ففي مرحلة الجمع أولى المراحل تتسابق الزهرات نحو أناملها طوعا، تعالجها السيدة بلطف وتبدأ بسرد قصة الغرام هذه منذ البدء حتى النهاية. نجمعوه لول مرة ونحيو الكعبة الخشينة ونخليوه فميكا جمعة من زمان، ونحطو الزهر في الحاسة وكما رأيتني ونقفلوه ونخليوه فميكا غلاتش الحاسة نقصو النار، نحبش النار قوية يجي ماسط وما يطلعش الزيت يجي مكشكش، زوز كيلو يعملوا فاشك. فماش دار في نابل ما فيهاش زهر، مهما حاجة كلك كداك الفاشكة بتتنحاش من فوق الكوجينة، الزهر هو يمشي العام على جدو. هذا التقليد الموروث بمدينة نابل كان فرصة للقاء العائلي بهذه المناسبة. عمري اللي مشيت قديت بالكراع، كل عام نجي لهنا ربي يعيشهم يفضلهم، وتعجبني بصراحة نحبها الأمور هذوما، نحبهم التقليدية ونقعد فرحانة وأصل في الليل ما نرقدش. هاي تعلمت معناها نشوفهم يدليلك في تعمل وناخذ الصنعة متاعها. تقليد عائلي دأبت عليه أغلب العائلات في نابل، تقليد يكاد أن ينقضي لولا السيدة دليل ومثيلاتها. طقس موسمي عائلي فيه أكثر من معنى، فهو لقاء المودة والمحبة الأسرية وكذلك تاريخ يروي أصالة هذه البلاد وعراقتها. يعاني قطاع تربية الأغنام في مدنين من عدة صعوبات تجعل أهل القطاع ينتظرون العديد من المساعدات، صعوبات لا تخفي طابع تقليدي الاحتفالي في عملية جز الأغنام الذي يحرص الأهالي عليه لما يضفيه من أجواء مرحة رغم إدخال التقنيات الحديثة. يمتزج صوت آلة الجز بالشعر فتزداد شحنة من جاء للمساعدة في عملية جز أعداد كبيرة من قطيع الماشية، وبين حركة يدين سريعتين تستعملان الجلمة وأخرى تستعملان آلة عصرية يبرز الفارق. استدعان الناس ونجوه من بعيد وهكو ونتعاون لفرنك لثني وهكو لجوة وبهي لجوة تذبح الناس وتصلح ثم الأغنى بالصوت تغني الناس بالصوت. عم محمد صاحب ضيعة فلاحية بمدنين له مئات من رؤوس الأغنام اختير لتنظيم يوم إعلامي للتعريف باستعمال آلات الجز العصرية ومردوديتها بالنسبة لمربي الماشية بولاية مدنين. التقنيات العصرية تعطي السرعة وتعطي الشاه تعطيها معناها الزاز نتاعها يجي باهي يسمح معناها واسرع. عملية جز الأغنام لدى مربي الماشية لها أجواؤها كما لها صعوباتها، لتطرح مسألة الأعلى في كل المناسبات أمام الجفاف المتواصل. كما تعرفوا الدولة لا ديما يعني حاضرة في معناها في التدخلات نتاعها، وكما تعرفوا بالنسبة للشعير وبالنسبة للسداري موجود يعني فهمتني لا معناها حصص موجودة حسب المعتمديات. وفرة المنتوج الحيواني لولاية مدنين قد يتراجع أمام الصعوبات التي يواجهها الفلاح، والمطالبة بالزيادة في نصيب الجهة من الأعلاف قد يساعد مربي الماشية من المحافظة على هذه الثروة الحيوانية. إلى أروقة الفن التشكيلية، أين يحتضن المركب الثقافي بالمناسير معرضا فنيا تشكيليا لسامي بشير تحت عنوان هكذا غنى الموج، غامر فيه الفنان بريشته في عمق البحر ليرسم لنا عوالم غامضة برؤية فنية تشكيلية جديدة.
هكذا الموج غنى أو أوسيانوس هو معرض فني يحملنا من خلاله الفنان سامي بشير إلى عوالم ورؤى جمالية تجسد ما يحمله المحيط من أسرار واكتشاف. استوحيت معناتها نتاج العمل هذايا من البحر من الموج وكذلك من ما يمكن أن أؤويله من خلال هذه الأعماق اللي يعني ممكن نكتشفها في اللوحة. المعرض احتوى 20 لوحة فنية تنساب فيها الريشة انسياب التيارات البحرية على مشهد تحت الأعماق نقلها لنا بشير على لوحته بقيم ضوئية متدرجة في الغموض المتباين بين الأبيض والأسود. عموما أشتغل على اختيارات لونية في العمل هذا كان اختياري أكثر مركز على الأبيض والأسود لأني نعتبرهم قيم جديرة بالبحث. مواضيع نشوفوها يعني مربوطة زادة كيف كيف بالمعيش أحيانا مربوطة بالجانب اجتماعي. المعرض حظي بزيارة عدد كبير من رواد المركب الثقافي من نقاد وفنانين محبين للفن التشكيلي. معرض عميق لأنه يثير تساؤل كل لوحة تخليك تفكر وتتعود تتساءل على السؤال الكبرى في الكون على شكوني أنا والوه البشر موجود وشنو هالكون وش نعمل أنا في الدنيا هذه وهذا ساعات نقاوه مش مفقود في الساحة الفنية التشكيلية. السيولة المائية ويعني السيولة الذهنية في أعماله يتعامل برشا مع مواضيع حياتية لكن كل لوحة تخليك تستفزك باش تلقي العديد من الأسئلة. أوسيانوس أو هكذا الموج غنى تجربة فنية جديدة تنقلنا عبر الريشة والمحامل إلى صور الأعماق كما يراها الفنان وكما يقرأها كل منا بمفردات إدراكه الحسي والثقافي. الفن آخر محطتنا الإخبارية لليوم مشاهدينا ونذكركم بأبرز ما ورد في النشرة من عناوين. الفلاحون التونسيون يطالبون بالرد على التشويه الايطاليه لزيت الزيتون التونسي. سوسة صيانة الفضاء التربوي وغرس قيم المواطنه لدى الناشئه دور محوري للمجتمع المدني. موسم تقطير ازهار بلابل مزن بين الطابع الفلاحي والابعاد الثقافيه والاجتماعيه. نقطة الختام لهذا الموعد الإخباري مشاهدينا دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.